إذن مع الأسف اليوم هو في الحقيقة يوم غضب، يوم فاتح ماي اللي شغيلة يعني مفروض أنها تحتفي به، ولكن الأوضاع اللي كنعيشوها في بلادنا هي أوضاع مزرية، والشغيلة بشكل عام والجماهير الشعبية وشعبنا جلوه يعني يعيش أوضاع كيف قلت مزرية، على إثر الزيادة في الأسعار، على إثر يعني المناصب تاع الشغل اللي كتفقد، النسبة تاع الإعالة اللي ولات يعني ارتفعت بواحد الشكل كبير. بالنسبة لنا الجامعة الوطنية للتعليم يعني كنعتبروا بأن لا الحوار المركزي ولا الحوار القطاعي لم يفضي إلى نتائج اللي نقدروا نعبروا ونقولوا بأن في الفاتح ماي راه كان شي حوار وكان شي نتائج، لا على المستوى الزيادة في الأجور ما كاين زيادة، لا على المستوى يعني تحقيق المطالب ما كاينش، بل أكثر من هذا أنه على مستوى وزارة التربية الوطنية احنا كجامعة وطنية للتعليم كنا أننا رفضنا باش أننا نوقعوا اتفاق 14 يناير، يعني وزير التربية الوطنية شاكب بن موسى مع الأسف أنه كيمنعنا باش أننا نحضروا في اللقاءات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وحنا يا نقابة أكثر تمثيلية أبا من أبا وكره من كريه، وبالطبع لنا آراءنا ونختلف مع الحكومة ومع الدولة ومع الوزارة على جميع على مجموعة الأمور. نؤكد على أننا سنبقى منحازين ومنحازات القضايا نساء ورجال التعليم، وبأننا كخصنا نوضوا نديروا اليد في اليد المواجهة الإجراءات اللي كتنتظرنا فيما يخص التقاعد، وفيما يخص الحق تاع الإضراب، وفيما يخص كذلك القانون تاع النقابات، والعديد من الأمور الأخرى. احنا في الجامعة الوطنية للتعليم رفضنا التوقيع على ما سمي باتفاق 14 يناير لأنه ما تيحمل حتى شي جديد، ما تيحمل حتى شي مكتسبات، بل هناك تراجعات على المكتسبات، وكان مخططات اللي تضرب المصالح ديال النساء ورجال التعليم، واللي من المفروض ان الوزارة كان خاصها تكون عندها يعني الصدر الراحب من اجل التفاعل الايجابي مع مطالب النساء ورجال التعليم، الا انها تستمر في السياسه ديال الاقصاء وتدير سياسه العقاب للجامعة الوطنية للتعليم لانها رفضات تكون واحد النقابة مستقلة في القرار ديالها، وبغات تفرض على الجامعة الوطنية للتعليم التوقيع قسرا على اتفاق الذي لا يخدم بالبتة نساء ورجال التعليم. وبهذه المناسبة أيضا ديال فاتح ماي لابد من دينه ما تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من عقوبات من خلال المجالس سميت بالتأديبية وهي غير شرعية وغير قانونية، واللي مساتهم في الأجر ديالهم وفي المسار المهني ديالهم. وبهذه المناسبة نطالبوا بترسيم هؤلاء في الوظيفة العمومية، وهذا في السياق تجي النظام الأساسي الجديد اللي في الحقيقة هو تكرس الهشاشة في القطاع ديال التعليم، وتكرس التوجه ديال الخوصصة والتوجهات الليبرالية في القطاع ديال التعليم، واللي خص يكون هو الزيادة في الأجور لجميع الموظفين، الزيادة أيضا في أو تحقيق الدرجة الجديدة بالنسبة لجميع العاملين بالقطاع ديال التعليم، والنهوض بالمدرسة العمومية بما يخدم الشعب المغربي، وبأن المشكل في الأخير أولا وأخيرا هو مشكل ديال ديمقراطية القطاع.